السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. سورة سبأ 434 بإذن الله تعالى، وما توفيقي إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. يلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل جاء الحق، جاء الحق، يبدئ الباء وليس الباء، انتبهوا، الباطل وما يعيد. طيب، سمعين الغنة؟ الغنة مش إن، لا، ضللت، ضللت، أضي، تمام؟ ضلوا، انتبهوا للام الأولى الساكنة، أضلوا. سمعين صوت الغنة؟ سميع قريب، قريب. برضو مكان قريب، الغنة المفخمة واضحة. كفروا قبل، من قبل، واضح؟
الغنة كيف مفخمة، والوقف على اللام وقبلها مقلقل. بس ما مريب سهل جدا، والحمد لله أنهينا سورة سبع على خير، وإن شاء الله ننتقل إلى سورة فاطر. إلى اللقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.